هل طبعا انت مقدم كلمه واجد عليك، ها انت مخدم يا ولدي. قلت اوكي يقول نبيك نبيك مقدم. شو تقول اسمح لي والله نبيك مقدم عندنا في فقره رسميه يا ولدي، وانت اضيفني شيء كبير بعدين يوم 90 وارد عليه ابشر بعزك حد خسي يا ليل خرب كل شيء. يغمز يغمز. لا والله صدق يجي. هذا من يكلمك؟ ما ادري شكلك يروح انك تقول كلمك صالح. ليه؟ هو اللي يكلمك مدير برنامج مدير جديد سلمت عليه ذاك اليوم قال ارحب. انا والله ما اكتشفت ما عندنا محتوى. ايه تبتدي انا مفكر على مدى البعيد مفكر رشيد رشيد ها واجد انا واجدك ها صوت صوت هذا كويس يقول صار عليك ابا ابا ما مد تعشت وتعشت ابا ابا ما مد يا دلعش هذا اتكلم من نهايه ابا ابا ما مد ابا ابا. طيب وش شعورك لو يقولوا لك تعال بتصير مقدم عندنا؟ ابشر بعزك طلع لي والله هاجتك مصطيب سويت فقره رسميه انت اظهر اظهر تعال بيسوي هذا بيسوي فقرته في البزنس اظهر تعال مطارد بيضرب المتسابقين كذا سيد كذا هذه حالة يعني خلينا قاعد كذا برود مرحبا عليك سام تم الصفقه اكثر اكثر متسابقين في قش اللي نقع شو انت دبس شحتني شحتني اللي بطني ديك عمي تسوي ما يطلع يصير قدام الناس تقول مك اضبط نفسك اول ادري خيوط العملية طالعة عدل يا ولد اقعد عدل يا ولد شقيتني والله نجيب الكاميرا هنا والله بقولها شو مسوي قبل البرنامج اقعد وش تسوي؟ ماسك علي بس الضو شابه بنروح نتطبب فيك ناكل تخية منه ومنه نهين الله يهديك تخاف البزر اللي قلت نهين الله يشوفك ليه دقيقة لا بالله ناظر وجهي زين ها قلت البراءة لا اول هذا برافو مين براءة سوالف كذا هاد بيصلح عليك والله يصلح عليك بالعكس والله يصلح يذبحني هذا قال واحد غن يغني ويسوي روح حزين قل هلا وين والله يا ولد كيف تسوي؟ كيف تسوي؟ اذا واحد مثلا شايل شيله حزينه من 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 يا غبي ما فهم هذه الخلطه السريه عشان حقت تك يا شباب هم هايل دي خليه يكلم خليه يكلم انا ابوكم انا ابوكم اضبط اضبط نفسك اضبط نفسك اضبط نفسك دقيقه سلم حدك امورك طيبه امورك طيبه امورك طيبه امورك طيبه استنى سلم حدك اصبعي ماذا به اصبعك الله لا يوفقكم يا ابليس